السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة قطع الانترنت على المتصلين معك في الشبكة من خلال هاتفك الآيفون. طبعا طريقة تحتاج إلى جيل بريك. إذا كان لديك جيل بريك أو قمت بعمل جيل بريك، ستقوم بالدخول إلى السيديا، بعد ذلك ستدخل إلى قائمة السورسات وتختار أو تضيف هذا السورس الذي يظهر أمامك هنا، وأيضا سوف تجده أسفل الفيديو في الديسكريبشن. بعد إضافته ستقوم بالدخول إليه، تختار أتويكس، بعد ذلك تقوم بتثبيت أداة نت كال يو بيتا. كما ترى أمامك هذه هي الأداة، تقوم بالضغط هنا على تعديل وتختار انستول. بعد تنزيل الأداة تقوم بالدخول إليها، وبطريقة سهلة جدا تقوم بالسحب إلى الأسفل هكذا حتى يقوم بعمل فحص لكل الأجهزة المتصلة معك في الشبكة. من هنا تقوم بتحديد الجهاز الذي تريد فصل الانترنت عليه، طبعا يعتمد على عنوان الواي فاي لديه، أو إذا كنت تريد فصل الانترنت عليهم جميعا تختار كل آل هكذا وتختار آم شور. وكما ترى مشاهدي الكريم تم قطع الانترنت على جميع الأجهزة المتصلة معك في الشبكة. هنا إذا كنت تريد بإلغاء قطع الانترنت هكذا نقوم بإلغاء قطع الانترنت، عندما تكون هنالك علامة حمراء يعني أن الانترنت مقطوع على هذا الجهاز، تقوم بإلغاء القطع هكذا بطريقة سهلة جدا، تضغط عليه وتختار يس. الآن لاحظ معي مشاهدي الكريم فور إلغاء القطع يعني لا تظهر أمامك، ولكن أنا قام بفتح الصفحة. لاحظ معي مشاهدي الكريم بدون أن أتدخل قام بعمل ريفرش فور وصول الانترنت إليه. كما ترى أمامك الانترنت يشتغل وكل شيء على ما يرام.